السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية القطن في المنام. أولا، ما تفسير رؤية القطن في المنام للإمام ابن سيرين؟ رؤية القطن في المنام يدل على المال والثراء، ورؤية جمع القطن من الحقل في المنام يدل على جمع المال وتحصيله على الربح الوفير في وقت قصير. وإذا رأى الشاب الأعزب أنه يجمع القطن في جراب أو قيس في المنام يدل على زواجهم من فتاة أو سيدة تتصف بالثراء والنسب والمركز المرموق. ورؤية حصاد القطن في المنام يدل على الغنى والثراء والشهرة بين الناس. ما تفسير رؤية القطن في المنام للعزباء؟ رؤية جمع القطن في المنام للعزباء يدل على التوفير والنجاح في حياتها وعلو شأنها وتقلدها لأعلى المناصب. ورؤية القطن في المنام للفتاة يدل على زواجها من رجل ثري. ورؤية شراء القطن يدل على حصولها على مال وميراث، أو من جهة أخرى يدل على السعادة. ما تفسير رؤية القطن في المنام للمتزوجة؟ رؤية جمع القطن في المنام للمتزوجة يدل على الغنى بعد الفقر وعلى رغد العيش والرفاهية. رؤية شراء القطن يدل على حصولها على ميراث من أب أو أم أو أخ أو من أحد أفراد العائلة. وإذا رأت المتزوجة أنها تدخر القطن وتحتفظ به في المنام يدل على تأخر الحمل. ما تفسير رؤية القطن في المنام للحامل؟ رؤية حقول القطن في المنام للحامل يدل على سهولة الولادة دون تعب أو معاناة. وإذا رأت الحامل أنها تقوم بزراعة القطن يدل على ولادة ابن صالح وبار بها ومطيع، وسيكون له شأن ومنصب في الدولة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.